السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن دواء اسمه نور أدرينالين، ويسمى تجاريا ليفوفيد. المادة الفعالة بتاعته نور أدرينالين. ينتج عادة تأثيرات مثل زيادة معدل اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم وتمدد واتساع الممرات الهوائية في الأوعية الدموية. والنور أدرينالين يعمل عن طريق تحفيز المستقبلات التي توجد في جميع أنحاء الجسم. عندما يحقن في الوريد يستخدم نور أدرينالين لاستعادة ضغط الدم إلى وضعه الطبيعي في حالة الطوارئ عندما يكون ضغط الدم منخفض بشكل خطير، ويعطى في الطوارئ والعناية المركزة في حالات انخفاض ضغط الدم الشديد سيفير هايبوتنشن. من أفضل دواء ممكن يرفع ضغط لأنه يعمل على مستويات ألفا 1 موجودة في الأوعية الدموية، ويعمل على تحفيز الأوعية الدموية فيعمل على انقباض الأوعية الدموية فازو كونستريكشن، وبالتالي يرفع الضغط. واشتغل أيضا على البيتا 1 في القلب فيعمل على انقباض لعضلة القلب كونتراكتيليتي، وبالتالي يرفع الضغط. نور أدرينالين كونترا اندكيشن بتاعه لا يعطى في حالة زيادة ضربات القلب بالتاكيكارديا، ولا يعطى في حالة بريفرال فين لأنه ممكن يعمل تيشن كروزس، فبالتالي يعطى سنترال لاين. في حالة عدم توفر سنترال لاين يمكن أن يعطى عن طريق كانيولا اي في كانيولا كبيرة الحجم. لا يعطى الا بواسطة السيرنج بام، وخفف بواسطة محلول الجلوكوز 50 مل. يتم سحب الدواء بواسطة سرنجة 50 سنتي، ويخفف الدواء بواسطة محلول جلوكوز 5% ديكستروز. يتم توصيله بواسطة السيرنج بام اي في ادمنستريشن ست. معدل حساب جرعة نور أدرينالين، يبقى الجرعة بالمايكروجرام نضربها في 50 كمية المحلول في 60 على تركيز الدواء، 60 دقيقة على تركيز الدواء. مثلا جرعة الجرعة تكون 4 مايكروجرام في 50 كمية المحلول في 60 دقيقة على تركيز الدواء اللي هي 4000 مايكروجرام، هتبقى 3 مل في الساعة. نور أدرينالين نسبته على سيرنج باب 3 مل في الساعة. قد يطلب الطبيب جرعة مضاعفة من الدواء دبل دوز، فيكون وقتها نحضر 4 ميلي جرام أمبولين هيبقوا 8 مايكرو جرام، وقتها التركيز هيكون 8000 مايكرو جرام.